طيب معانا اتصال، معانا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشرقاوي مسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. صباح الخير يا استاذ محمد. تحياتي استاذ محمد، تحياتي استاذ شيراز. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه، كل سنه وحضرتك طيب، كل ترم وحضرتك طيب. عشان الدراسه بقى. طبعا ان شاء الله عام سعيد على كل المراحل التعليميه، على يعني اخواتنا الصغيرين واولادنا في سواء في المدرسه او في الجامعه. عايز اقول لحضرتك يعني هتبدا الدراسه ان شاء الله يوم 19 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو في نفس العام وسط اجراءات وقائيه مشدده ضد فيروس كورونا المستجد. معنى كده ان احنا بنعمل يعني شروط احترازيه فندم لكورونا. بص حضرتك، خلينا نقول احنا المواعيد اللي حضرتك بتقولها دلوقتي واللي اعلنتها وزاره التربيه والتعليم وتتوافق ايضا مع وزاره التعليم العالي فيما يتعلق بالجامعات بمختلف انماطها، هو تمني. تمني بمعنى ايه؟ ما زال حتى الآن الوضع الوبائي من وجهة نظر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء شايفة أن الوضع مستقر ولا هناك داعي لغلق العام الدراسي أو عدم وجود عام دراسي حضوري واللجوء الى هم الاهالي يا فندم اللي دايما بيبقى عندهم القلق ده ان يبعتوا اولادهم، وخاصه في المراحل الابتدائيه بيبقوا خايفين عليهم قوي من البرد، وخاصه دلوقتي طبعا انتشار الفيروسات اكتر بتكون في الفصل الشتاء، فدايما التوتر بيكون من الاهالي اكتر، صح؟ طبعا في توتر طبعا من الاهالي، واقدر اقول هو توتر مشروع على ارواح وحياه ابنائهم، لكن خلينا نقول ان سابقه اعمال الحكومه المصريه ولجنة إدارة أزمة كورونا في أعلت في يوم من الأيام السلامة الصحية على العملية التعليمية وعلى مناح الاقتصاد المصري. ما جاتش قالت في لحظة من اللحظات زي دول كثيرة لا هنستمر تعليميا، لا هنستمر تجاريا واقتصاديا، بالعكس احنا وقت ما لقينا الأزمة اشتدت وإن الوباء أصبح يمثل خطر على الصحة العامة للمصريين، وقفنا الحياة كلها في مصر بما فيهم النشاط الاقتصادي والنشاط التعليمي. بس ده حصل في العالم كله، إن الطلبة كانوا بيتعلموا أونلاين، وحتى الامتحانات كانت فترة كبيرة لثانوي كانت برضو أونلاين، فده حصل في العالم كله مش بس عندنا. لا لا لا، في دول في العالم دنتها تعمل مناورات مع كورونا على حساب السلامة الصحية لمواطنيها، وكانت الفترة دي على رأسها أمريكا، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كانش مؤمن بفكرة إن في كورونا. الدولة المصرية رغم اقتصادها اللي لا يوازي شيء من الإدارة الأمريكية والدولة المصرية، بالعكس يعني وفرت 100 مليار جنيه لدعم الأزمة عشان القطاعات اللي حصل لها انهيار في هذه الجزئية، والنقطة الثانية وفرت منصات العملية التعليمية، والنقطة الثالثة قفلت البلد تماما حرصا على السلامة. بالفعل كانت المؤسسات في الدولة تناور بشكل إيجابي الحقيقة للحفاظ على صحة المواطن المصري يا أستاذ محمد، مفيش شك. احنا وصلنا يا فندم ان احنا من التوب 5، من افضل 5 على مستوى العالم تعاملنا مع أزمة كورونا. ده فين يا فندم؟ ذكر فين؟ ده ذكر في مؤشر اسمه مؤشر المعرفة للفكرة اللي الدول تعاملت ازاي مع كورونا، فاحنا من التوب 5 في هذه الجزئية، من أهم 5 دول تعاملنا مع كورونا. تقولي فعلا هو ده واقع؟ طبعا واقع. النهارده كانت دولة ملهاش علاقة بالمنصات الإلكترونية، وكان تعليمنا دايما ورقي وحضوريا، النهارده فجأة اضطرت الدولة المصرية لتغيير توجهاتها التعليمية واستحداث أنماط جديدة للتعليم عشان تتماشى وتناور كورونا، وبالفعل أصبح عندنا مجموعة هائلة من المنصات الإلكترونية، وحتى بدأنا نعمل كمان امتحاناتنا شبه إلكترونية علشان في يوم الأيام لو الدنيا قفلت من كورونا احنا عندنا المناورة بتاعتنا، منصاتنا الإلكترونية، قناة مدرستنا، بنك المعرفة، يقدر هناك بدائل.
نعم. هناك بدائل يا استاذ محمد الناصر، هناك بدائل كثيره. أيوة. يعني نقدر من خلالها ان احنا نستمر تعليميا. ليه بقى؟ لان عدم الاستمرار تعليميا بيؤدي لحاجه اسمها الفجوه التعليميه. ايوه. الفجوه التعليميه اللي احنا السنه دي لاحظناها، طلبه رابعه ابتدائي عندهم ازمه. ليه؟ مش عشان المنهج صعب ولا حاجه زي ما الناس بتقول، لانه ما تاسسش بقاله سنتين في ثانيه وثالثه. فهو فجأة عشان التعليم المصري دلوقتي، الدروب اللي حصل في السنتين الماضيتين فعلا، الدروب اللي حصل، فأصبح هناك فجوة تعليمية. والتعليم بصفة عامة تعليم فيه تراتبية في الفصول والمناهج. فأنت النهاردة جاي تديني منهج أنا أصلا ما تأسستش فيه في ثانية وثالثة. هي دي بقى الفجوة التعليمية. عشان كده قلنا الفجوة التعليمية وغلق المدارس بيمثل خطورة شديدة جدا جدا على المجتمع وعلى الطلاب وعلى أولياء الأمور. بيحصل في عامل نفسي صعب جدا في المجتمع، وبيمثل خطورة كمان على الأهالي. الأهالي زهقوا من كتر ما الأولاد كانوا قاعدين في البيت هم عايزينهم يروحوا المدرسة. احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الشرقاوي، المسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. شكرا لحضرتك.